جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق على بركة الله وتوفيق شوط الختام مع انطلاقاتنا في هذا الصباح وتحديات جميلة مع هجر أصحاب السمو شيوخ السعادة مع سن الثنايا. نتابع معكم مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقة ثامن الأشواط ليكون شوط الختام في هذا الانطلاق الصباحي الجميل على ميدان الشحانية لسباقات الهجن وفي منافسات سباقنا المحلي الأول. ينطلق هذا الشوط وجديد الإثارة والتحدي على أرضية الميدان، يحمل لنا نجوم وأساطير هنا منطلقة على أرضية الميدان وبين جنبات ميدان الشحانية. بداية مع المركز الأول والصدارة الأولى، نتابع الحذرة على مقدمة الشوط وللأسماء المنطلقة في المركز الأول والصدارة والبداية، المملوكة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني ويضمرها راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي. المر الذي يقدم الحذرة في مقدمة الشوط وفي المركز الأول والصدارة، بينما النقل إلى المركز الثاني لنتابع مع ثاني المراكز مشاهدين الكرام. في مستوى المركز الثاني من الجانب الآخر، التواجد من شعار هجن الغرافة مع شوق ويضمرها مدهش المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. ننتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث نتابع أوزان من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية التي غيرت في هذه اللحظات إلى المركز الثاني وبدأت تنطلق أوزان على مستوى المركز الثاني في هذه الانطلاقة. بينما في المركز الثالث تواجد من العقلة من هجن المرخية محمد بن سليمان بن عبد الله روحي ابو سليمان اللي تابع العقله في مسار وتحدي هذا الشوط. ناخذ المركز الرابع، في المركز الرابع نجد مشاهدين الاعزاء هذه الانطلاقه تحمل منافسه واثاره منذ البدايه. شوف هذا الانطلاق الجميل، وصول وتحرك ممتاز من ود هجن المرقاب تبحث عن نقطه اخرى في هذا الصباح من خلال تقدم ود في هذا الشوط ويضمرها عبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوعي المري. في المركز الخامس من الجانب الاخر، مغطي رقمها علينا ولكن منتمية لهجن الشحانية بمتابعة برنس المضمرين، الشعار الادعم القادم بتحدياته في هذا المسار مع حور هجن الشحانية المتقدمة في هذه الاثناء مع حور. في المركز الخامس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة والخمس الاسماء المندفعة في هذا الشوط، ولكن عودتنا إلى البداية وإلى المقدمة وإلى الصدارة ومقدمة الشوط، حيث الاندفاع من الحذرة حتى هذه اللحظة على القمة لا زالت تسير بخطى ثابتة في مقدمة الشوط، تحمل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري الذي يتابع الحذرة ويسير مع انطلاقات الحذرة التي تحمل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وتبحث عن نقطة صباحية جميلة في مسار شوط الختام، في مسار شوط الختام مع سن الثنايا. شوط يحمل السرعة والإثارة. في المركز الثاني هجن المرخية تتقدم بتقدم ود على المركز الثاني. هذه ود مشاهدين الأعزاء من هجن المرقاب عبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوع المري. في المركز الثالث تابع التواجد والانطلاق الجميل والاندفاع ايضا من اوزان هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم اوزان على المركز الثالث. وفي المركز الرابع التواجد والاندفاع مشاهدينا من حور من هجن الشحانية بقيادة برنس المضمرين. المركز الخامس تقدم واندفاع من العقلة من هجن المرخية محمد بن سليمان بن عبد الله من يتابع العقلة في هذا الأدب.
الأداء الجميل. وفي هذا الانطلاق على المركز الخامس أشوف الشعارات القادمة، شعار هجن الغرافة أيضا بدأ يسير نحو الخماسية المذاعة. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء المتقدمة والمنطلقة، ولكن المقدمة الحذرة والحذرة لازالت زعيمة لشوط الختام حتى هذه اللحظات. يا سلام على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الانطلاق الرائع والمميز. نقترب مشاهدين الأعزاء من بوابة الإعلان، بوابة الكيلو متر الأخير، جسر الناموس والانطلاق هنا مشاهدين الأعزاء، والاتجاه نحو خط النهاية، نحو نقطة الصفر، نحو الاندفاع الجميل مع الناموس. الحذرة الحذرة الحذرة، يا سلام على الأداء الجميل. هذه الحذرة مشاهدين الأعزاء على صوت السماعة بدأت تسير مشاهدين الكرام بسرعة فائقة نحو خط النهاية لتكون أول الواصلين. هذه الحذرة مشاهدين الأعزاء انطلقت مشاهدين الكرام باندفاع ممتازة وبتحرك جميل في اللحظات الأخيرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. هجن الغرافة بدأت تهاجم هناك مع شوق على المركز الثالث، وبدأت تتحرك منطلق ممتاز، وهجن المرخية أيضا قادمة بتحرك ممتاز مع ود، ولكن المقدمة شوف هذا الاندفاع الجميل والفارق المميز هناك مع الحذرة اللي قادت الشوط راس وتبغي تنهي المهمة. هنا مشاهدين الأعزاء في هذه المشاركة الجميلة وفي هذا الحضور المشرف لأيضا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. سلام سلام يا الحذرة، سلام سلوم على هذا الأداء الممتاز. العصا في الأبطان، الله 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 الله، مشكور يا راشد يا بن سعيد يا بن صالح الجربوعي اللي قدم الحذرة في شوط الختام، في شوط الختام بدون أوامر ولا تعليمات. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، واسعد الله صباحك على فوز الحذرة بالمركز الأول في شوط الختام. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني من وصلت على المركز الثاني ود من هجن المرقاب وبمتابعة عبد الرحمن بن سالم وصالح الجربوع المري. المركز الثالث كان الوصول مع المركز الثالث، المركز الثالث المركز الثالث وصلت شوق من هجن الغرافة مع مدهش المضمرين. المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من الميهوله من هجن الشحانيه مع المشاغب. المركز الخامس، المركز الخامس من وصلت غزلان من هجن الشحانيه مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. هذه نتيجتنا، ولكن عوده مع ملخص شوطنا الماضي وشوط الختام. لحظه وصول الحذره الى خط النهايه محقق الفوز والانتصار وقاطع الخمسه كيلومترات في فتره زمنيه مقدارها 7 دقائق 55 ثانية، 27 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والتهاني موصولة لمضمر الحذرة راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الأعزاء ود من هجن المرقاب بتوقيت مقداره 7 دقائق 59 ثانية، 15 جزء من الثانية. تهانينا لهجن المرقاب، والتهاني موصولة لعبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوع المري. المركز الثالث مشاهدي الأعزاء، نصحح المعلومة بأن أرام صاحبة المركز الثالث من هجن الغرافة وتوقيتها 7 دقائق و59 ثانية، 17 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الغرافة، والتهني موصولة لمدهش المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا مشاهدينا